لكم بعد الفاصل لاستكمال الحوار الشيق عن الهدف من العمل النقابي، وهنستكمل حوارنا مع المهندس راتب عبد الكريم، مهندس استشاري. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. والمهندس سامح عبد النبي ابو السعود، مهندس اول بشركه الكهرباء. اهلا بحضرتك بشركه النقل. لا، القاهرة لإنتاج الكهرباء. القاهرة لإنتاج الكهرباء. أهلا بحضرتك يا فندم، شرفنا بيكو. ونجدد الترحيب بالمهندس إيهاب الهادي، ونكمل حوارنا مع المهندس إيهاب الهادي عن النقطة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها، العمل النقابي. طبعا العمل النقابي، كل أنا بشكر، يعني هعيد تاني وتالت ورابع، أنا بشكر أي مهندس يقدم على العمل النقابي، لأنه هو بيقدم خدمة لزملائه وبيقدم حاجة ليهم يعني. وطبعا احنا بنتكلم على مهندس، وبنتكلم على خدمة، وبنتكلم على وعي وثقافة. فهذا المهندس بالضبط حضرتك بتلمس يعني موضوع البرنامج نفسه، وهو وعي وثقافة المواطن والمهندس. انا طبعا الموضوع مع حضرتك محتاج حلقات يا باشمهندس ايهاب، فاستأذنك نرجع للمهندس سامح عبد النبي. كلمنا على انتخابات النقابة ويعني اسلوبها، ويعني بحيث ان احنا في عندنا استحقاق انتخابي في يوم الجمعه القادمه 23 فبراير، فوعي المهندس ان احنا ازاي ان هو ينتخب يعني يختار مرشحين. هو اهم شيء ان الانسان، الفرق بيننا وبين الدول المتقدمه الديمقراطيه، ما ينفعش ان احنا نترك حقنا في الاختيار، يجب المشاركه. حضرتك انزل وشارك، كون صانعا للقرار علشان خاطر متخذ القرار يراعيك في اتخاذ القرار. فده عنصر مهم جدا، سواء في الانتخابات النقابة او انتخابات مجلس الشعب او انتخابات اي استحقاقات ديمقراطية. طبعا النقابة مهمة جدا للمهندس، لانها بتحفظ حقوق، والنقابات القوية حافظت على حقوق افرادها زي نقابة المهندسين ونقابات اخرى زي المحامين. عدم وجود مراعاة ده بيضعفك. طبعا احنا نتمنى ان احنا نطور ان شاء الله النقابة في لجان، ودي اهداف القائمة بتاعتكم، دي اهدافنا. تطوير زي ما قال المهندس ايهاب الخطوط العريضة، هنتكلم هنحاول نطور ان شاء الله في لجان مهمة جدا زي لجان التدريب. محتاجين نطور او نقدم خدمة للمهندسين الحديث والمهندسين الخبرات، بحيث ان احنا نحسن مستوى التأهيل والتدريب ليه. لجان زي دعم القانوني، في مشاكل لبعض المهندسين موجودين مع أصحاب العمل، هنحاول نقرب وجهات النظر ونحل المشكلات دي إن شاء الله، ونعمل على تطوير المهندس بحيث أنه يتواكب مع سوق العمل. وطبعا المشاكل هدف جميلة، نتمنى أن هيوفقوا مع قيادة جميلة إن شاء الله، إن شاء الله. نحقق الكلام ده كله. نرجع بقى لمهندسنا الاستشاري المهندس سامح، احنا عايزين بقى حضرتك تكلمنا. لا، راتب مهندس راتب عبد الكريم الناس. مهندس راتب عبد الكريم، مهندس استشاري، تشرفنا بحضرتك يا مهندس راتب. برضو يعني في نفس السياق الموضوع اللي هي الانتخابات والهدف من العمل النقابي، كلمنا برضو حضرتك. الله يخليك. هو طبعا احنا في الاول بنتشرف ان احنا موجودين مع حضرتك في القناة النهاردة. الله يخليك. انا يمكن موجود بحاول اوجه يعني الزاوية اللي انا هتكلم فيها، الخدمة للمهندس، يعني اللي هي يمكن بتلمسه قوي، اللي موضوع ازاي ازود الموارد ونحسن الخدمة اللي بتتقدم للمهندس. يعني يمكن برضو المهندس وعيلته بيحبوا ان هم يقضوا وقت في النادي، ويحبوا ان هم يحسوا انه الخدمة بتوصل لهم على مستوى راقي شوية. فانا طبعا عندي في نادي البحر الاعظم ده، وفي نادي 6 اكتوبر، هنحاول انه يعني نعظم الموارد بتاعة النادي ده والنادي ده، بحيث انه المواطن في الاخر او المهندس بشكل عام يعني يحس انه احنا قدمنا له خدمة ليه ولأسرته. يعني انا عندي مثلا نادي 6 اكتوبر ده 35 فدان، في منهم يمكن 15 فدان. كل ده هيتم بالعمل الجماعي طبعا 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 ان شاء الله يكون بهدفه
الهدف اللي هو عنوان المجموعة هو هدف خدمة النقابة. احنا بس في اخر الحلقة عايزين نوجه او نعرف الناس ان احنا عندنا انتخابات يوم 23 فبراير. في ثلاث في ورقة رئيسية بياخدها للنقابة الفرعية بتاعته، بيختار منها 7 مهندسين بكل الشعب ايا كان تخصصه، وبعد كده بيختار ورقة للشعبة بتاعته. اذا كان هو شعبة كهرباء بيختار من شعبة الكهرباء 5 فوق السن و2 تحت السن في كل الشعب الكبير، والشعبة الصغيرة بيختار منها 3 فوق السن و2 تحت السن. طبعا يعني بشكر ضيوفنا، ويعني انا اتمنى لو واحد عنده تعقيب اخير ولا حاجه يحب يقوله. ان شاء الله احنا عايزين يعني مشاركه تكون من جميع المهندسين ان شاء الله باذن الله، عشان ده في الاول وفي الاخر كده يعني باذن المصلحه. عايزين يا جماعه، الناس كلها بتقول ليه المهندسين بيبقى يحصل اختلاف. الاختلاف ده لان هو الموجودين ممكن ما يعبروش. طب ما يعبروش ليه؟ او هم جم باراده المهندسين يبقى اكيد بيعبروا عن اراده المهندسين. بعد كده دور بقى المهندس. احنا كمهندسين الحمد لله يعني يا باشمهندس ايهاب اشتغلنا في الكوردينيشن، يعني ازاي بنعمل على المواضيع، فبنقدر ان شاء الله نتعاون جميعا، حتى لو كان مش كل القائمه نجحت او جزء منها، نتعاون جميعا في شكل عمل جماعي. كلمه اخيره بقى للمهندس ايهاب الهادي. الكلمه الاخيره اللي هقولها، هنعتمد على وعي وثقافه المهندس. كن حذر، خلي بالك من صفحات التواصل الاجتماعي والسموم المعلوماتيه، استقصي معلومتك بشكل جيد، اهتم وافحص اي حاجه، لان النهارده في ناس بتقتات ودي شغلانتها الفيسبوك. انا ما عنديش مبرر ان في اشخاص قاعده 24 ساعه على الفيسبوك وعامله صفحات وعامله حاجات وعماله. السوشيال ميديا ده موضوع كبير يا مستر ايهاب، عايز فعلا نعتمد على ثقافه الناس، بتاخد معلومه ما بتكملهاش. انا بشكر حضرتك في نهايه البرنامج، ويعني بنتمنى وبنشكر المهندس الاستاذ محمد المالكي مالكي ميديا لدعمه للبرنامج او لرعايته للبرنامج ثقافه مواطن. وبنشكر بنشكركم اعزائي المشاهدين على وعد باللقاء ان شاء الله. ان شاء الله يعني في حلقات قادمه في قناه الحدث لبرنامج ثقافه مواطن، انتظرونا. وشكرا لضيوفنا الاعزاء. شكرا.